مكملين مع حضراتكم عبر سكايب. الان هيكون معنا الصربي دراجو نوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي. الاتحاد المنستيري هيلاعب النادي الاهلي في دور 32 بدوري ابطال افريقيا. معنا عبر الهاتف الان. صباح الخير يا فندم، مشرف ومنور. Thank you very much. Good evening. شكرا everyone. شكرا جزيلا، مساء الخير للجميع. بداية كده أكيد مواجهة كبيرة قدام النادي الأهلي، صعودك لدور 32، تجد أمامك النادي الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا نادي القرن الأفريقي. هي أكيد مواجهة مش سهلة، وأكيد يعني هتعمل ألف حساب ليها. Yes, of course. It will be very difficult. بالتأكيد سوف تكون مواجهة صعبة. When I saw draw and that we can, نحن we have to face off in, علينا أن نواجه الفريق النادي الأهلي في هذه المباراة. وتعلم أنا أحترم النادي الأهلي جدا كفريق، وأعلم أن فريقي we have a very very difficult job in front of us. عليه ان يقوم بعمل صعب جدا جدا في هذه المنافسه، وهذا جيد جدا بالنسبه لنا، لان هذا يعطينا المزيد من الدافعيه والمزيد من الحماس للاعبين، لاعبي نادي الاتحاد الرياضي المنستيري. وسوف نحاول أن نبذل قصارى جهدنا ونعد أنفسنا الإعداد اللازم لتلك المواجهة قدر المستطاع. وفي النهاية كما قلت أنا أرحب كثيرا بهذا اللقاء. بالتأكيد في ساعات خاصة، هل في صفقات جديدة للاتحاد المنستيري؟ موقفه في الدوري أو يعني موقفه في الكرة التونسية، أنا أعلم أنه هو فريق كبير وفريق محترم الآن، وعمل مباراتين في منتهى القوة في الدور التمهيدي. إزاي بتستعدوا لمواجهة النادي الأهلي تحديدا منذ هذه اللحظة بتشكيلة من اللاعبين؟ هل اللاعبين جاهزين؟ هل هناك أي إصابات أو غيابات، ولا الفريق بشكل كامل موجود لمواجهة النادي الأهلي؟ بشكل عام الشكل الفريق في حالة جيدة جدا، وبصفة خاصة في 45 يوم الأخيرة، وقمنا بلعب العديد من المباريات الاحترافية والمباريات الرسمية، ويعتبر فريقنا من الفرق الكبيرة الآن. وقمنا بلعب مباراتين رسميتين، وكان الأداء أكثر من رائع، وهذا بنى المزيد من الثقة لدى الفريق، وشكلنا فريقنا بشكل أفضل. ونعلم التكتيكات الخاصة بالفريق المصري، وأعتقد أن كان هناك أيضا بعض المشاكل في النادي الأهلي، ولعبنا مباراة مع فريق رواندا وانتصرنا عليه. ولكن فيما يتعلق بالإصابات، أتمنى أن يكون الجميع اللاعبين حاضرين في تلك المباراة وألا يكون هناك إصابات، وأتمنى أن يكون الجميع مستعد بعد عدد قليل من الأيام. طيب سؤالي القادم ليك، التغيير، أنت لعبت مباراتين رسميتين في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي لم يلعب منذ فترة، لم يواجه أو لم يلعب مباراة رسمية لحد هذه المواجهة، النادي الأهلي أيضا بجهاز فني جديد، هل النقطتين دول بالنسبة لك هيكونوا نقطتين إيجابيتين بالنسبة لفريقك، ولا شايف أن الأمر مش هيفرق في هذه المواجهة؟ بالتأكيد هذا يكون إيجابي بالنسبة لنا، ولكن الأهلي لديه احترافية أكثر ببطولة أبطال أفريقيا، ولديه خبرة كبيرة في هذا الأمر، وهناك مدرب الجديد للنادي الأهلي لديه خبرة كبيرة أيضا وأدى أداء جيدا، ولن يكون لديه صعوبة في تجهيز النادي الأهلي في خلال العشرين يوم القادمة، ولكن تفوقنا سيكون نقطة إيجابية.
اكيد تابعت النادي الاهلي في الفتره القصيره الماضيه، ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في مباريات النادي الاهلي مع نهايه الموسم الماضي؟ ابرز اللاعبين، ابرز طرق اللعب، ايه اللي شفته في النادي الاهلي قبل هذه المواجهه؟ And this similar question I already answered before, few months when we when I played with منذ عدة أشهر تقابلت مع فريق النادي الأهلي حين كنت أدرب فريق وفاق سطيف الجزائري. ولا أستطيع تذكر اسما بعينه لأنهم كانوا جميعا لاعبين رائعين ويتمتعون بمهارات خاصة، بداية من حارس المرمى وحتى بقي اللاعبين الذين شاركوا في المباراة. وإذا كنت علي أن أذكر واحد، كان هناك سلية وهناك رضوان، لديهم مهارات جيدة وهم كانوا جيدين، والأهلي يلعب بشكل رائع كفريق كما تعلم. ليس من السهل أن تلعب ضد فريق الأهلي بالطبع، ولكن علينا أن نكون متفائلين ويمكن أن نقوم بإعداد أنفسنا، ويمكن أن نلعب ضد النادي الأهلي ونحاول أن نكون إيجابيين. هل حددت موعد مباراة الذهاب في تونس، الموعد تحديدا اليوم والساعة، ولا لم يحدد حتى هذه اللحظة هذا الموعد؟ سوري، can you repeat؟ مرة أخرى، يوم المباراة، يوم المباراة، مباراة الذهاب، هل تم تحديد موعدها النهائي في تونس، الموعد و اليوم والساعة؟ أعتقد أن هذا لم يتم تحديده بعد. إقامة مباراة الذهاب في تونس أولا ثم مباراة العودة في القاهرة، شايفه نقطة إيجابية بالنسبة لك ولا نقطة سلبية؟ I had both experience with Akli before 15 years. Tripoli, second leg in Cairo, now with Satif. سوف يتم لعب مباراة العودة في القاهرة، ولا أحيانا الأمر يعتمد على النتائج وليس المهم مكان المباراة، قد تحقق نتائج جيدة في القاهرة وقد يكون الأمر من الأفضل أن نلعب مباراة الذهاب. ولكن against Itihad. We first time we play in Cairo. For us. بالنسبة لنا وفي النهاية الأهلي سوف يلعب مباراة العودة في الأهلي، وهذا سيكون صعبا بالنسبة لنا، ولكن وفي النهاية حدث أن انتصر الفريق 1-0. قد يكون جيدا أن نلعب المباراة الأولى في تونس، وهذا يسندنا كثيرا ويجعلنا نأمل في تحقيق نتيجة جيدة، ولكن علينا أن نرى. مارسيل كولر واحد من المدربين اللي له اسم كبير في القارة الأوروبية يتولى مهمة جديدة مع النادي الأهلي، هل تعرف مارسيل كولر جيدا؟ هل شاهدته قبل كده من قبل في فرق أو منتخبات دربها؟ سمعت عنه بالطبع وعلمت أنه جاء للنادي الأهلي وأعلمه كاسم، وبالطبع كان لاعبا كبيرا في الفريق السويسري من قبل، وأعلم أن له تكتيكات جيدة وقام بالتدريب في سويسرا وتدريب الفريق القومي أيضا، ولكي أكون أمينا
لم أشاهد مبارياته، ولكني أعلم أنه مدرب جيد ولديه خبرة أكثر من 20 عاما في التدريب، وبالتأكيد هو يعلم كيف يتعامل مع التكتيكات الفنية لكرة القدم. الصربي دراجو نوفيتش المدير الفني لفريق اتحاد المنستيري التونسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. اتحاد المنستيري زي ما قلت لكم هيواجه النادي الأهلي في دور 32 في 7 أو 8 أكتوبر، مباراة الذهاب هتكون في تونس إن شاء الله، وبعد كده مباراة العودة في القاهرة.